السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا سهلة وبسيطة وممكن اي حد ان هو يعملها، تمام؟ مكوناتها كلها في كل بيت وفي كل مطبخ، وان شاء الله مش هتبقى صعبة ولا حاجة، ولا هنشتري حاجة من بره بقى ولا اي حاجة من الكلام ده خالص. يلا كده يا بنات نسمي الله واضغطوا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناة لاول مرة يا ريت يعمل اشتراك ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلوا كل جديد. شيروا الوصفه باذن الله عشان بنات كتير تستفيد من وصفتنا النهارده. الوصفه بتاعتنا النهارده باذن الله دي ان شاء الله هتحرق معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله مكوناتها كلها فيها فايده يعني كويسه جدا لحرق الدهون. هنبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحضر الكوبايه بتاعتنا، وهقول لكم ان شاء الله برده هي بتتاخد قد ايه، يعني كم مره في اليوم وكم كوبايه ان شاء الله. كل الكلام ده باذن الله هنقوله في الفيديو، تمام؟ مبدئيا كده يا بنات انا معايا الكوبايه اهي زي ما انتم شايفين، يعني اكنك انت بتحضري اي كوبايه عادي. يعني احنا دايما متعودين ان احنا بعد كل وجبه بنحضر كوبايه شاي، بنعمل اي حاجه، ده ان شاء الله هتبقى نفس الشيء برضو، تمام؟ اول حاجه النهارده يا جماعه في المكون بتاعنا هيبقى الشاي، ده الشاي الاسمر العادي خالص اللي اي حد بيشربه. اي نوع شاي بقى عندك ممكن تعمليه، تمام؟ معايا طبعا دوت كلتنا عارفينه، ده يا جماعه الحبهان، ده طبعا اللي بنحطه بقى للفراخ والزفر عندنا اي حاجه. ومفيش طبعا اي مطبخ بيبقى خالي من المكون ده، ممكن لو مش عندك تجيبيه من عند العطار هنستخدمه. انا مش محتاجه بس اللي هي حبايه واحده بس على قد كوبايه الشاي بتاعتي، تمام؟ لان انا هعوز يعني انا هاخد بس المكون اللي جوه الحبايه ديت، انا عايزه بس الحبوب السمراء اللي موجوده هنا. انا محتاجه يا جماعه الحاجات اللي هي بس ايه، الحبوب السمراء او البذور السمراء اللي في الحبايه ديت. شايفين؟ هعملها لكم برضه عشان توضح اكتر. ديت بس يا جماعه اللي انا محتاجاها، تمام؟ ده كده يا جماعه الحبوب دي بس دي اللي انا هاخدها في قلب الكوبايه ديت. منها ان هي يعني هتنزل الوزن معاكي وهتحرق معاكي الدهون، ومن جهه تانية كمان بتدي نكهه حلوه لكوبايه الشاي. يعني انت وانت بتشربيها مش هتحسي مثلا لان هي يعني حاجه مجزعه او حاجه ان انت نفسك مش قابله ان هي تشربها ولا اي حاجه، لا ده هي بتدي نكهه كويسه جدا. بعد كده انا معايا كوبايه الميه المغليه اهيت، ده كده خلاصي. معايا بقى مكون تاني، ده اهم برضو مكون يا جماعه. بعد كده هقلب بعد ما حطيت الحبه هنا بالشكل ده كده. باقي بقى اهم مكون معايا اللي هو الورق اللورا اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه، ده ورق لورا اهو، بكسره كده حتت. ممكن تحط ورقه تحط ورقتين على حسب رغبتك انت بالشكل ده كده. بعد كده يا جماعه بنقلب بقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، هسيبها خالص لغايه ما تنزل اللون بتاعها خالص وتنزل كل الفايده اللي فيها، وبغطيها بالشكل ده كده. طيب الكوبايه دي يا جماعه ما باخدهاش الا بعد ما بتبرد خالص، ما باخدهاش سخنه قوي ولا برد قوي، باخدها يا دوبك وتكون دافيه كده. اكنك طبعا بتعملي كوبايه شاي بعد الفطار. طبعا كلتنا بعد كل وجبه كده يعني بعدها بساعه ولا بتاع بنعمل كوبايه شاي عادي خالص. احنا نفس الشيء يا جماعه هنعمل الكوبايه دي. طيب هناخدها امتى؟ ده ان شاء الله بناخدها بعد الفطار بساعه، بتقوم تعمل كوبايه زي ديت وبتجهزيها بتشربي. ممكن كمان بعد السحور بتعمل الكوبايه زي ديت وبتشربي، ده تبقى كويسه جدا في نزول الوزن معاكي وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه ممتازه، تمام؟ ده كده يا جماعه بقى اول وصفه جهزت معايا، تمام؟ في بقى يا جماعه وصفه تانية هنعملها برده ان شاء الله. خلاص احنا ديت كده خلاص اول وصفه، تمام؟ تعالوا نبدا بقى في الوصفه الثانيه. تاني وصفه بقى ان شاء الله يا جماعه هنعملها، معايا كيس شوفان، ده كيس شوفان انا هاخد منه. طبعا هو بيبقى جاي يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، انا هاخده واطحنه.
طبعا هو بيبقى جاي بالشكل كده اهو. انا بس مش عايزه يعني افتح الكيس اول. ده كده يا جماعه اهو، هوريكم برده يعني هو بيبقى شكله ايه. استنى ده كده يا جماعه شكله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا ده خشن انا عايزاه مطحون عشان طبعا هعمل منه كريم. تمام، فانا هحطه في الكب عندي اهوت واطحنه، هخليه زي الدقيق خالص. ده كده يا جماعه انا طحنته بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. لو انت عندك كبه ممكن تطحنيه او تطحنيه باي يعني اي طريقه يعني، بس المهم انه يكون مطحون. هاخد بقى يعني معلقه بالشكل ده كده او معلقتين على حسب الكميه بقى اللي انت عايزه تدهنيها، على حسب الكميه اللي انت حابه ان انت تدهنيها ضعف الكميه. دول كده معلقتين اهوت. خلاص معايا زيت الزيتون، هاخد برده معلقه. يعني على حسب ما المكون يعني ايه يبقى سايح معاك، مش لازم ان هو يبقى المقدار بالظبط، لا انت اظبطي المكون معاكي او الكريم معاكي. بالشكل ده كده، وياريت كمان الشوفان يبقى مطحون خالص، يبقى زي الدقيق ما يبقاش خشن بقى بالشكل ده كده. ده كده خلاص جاهز معايا المكون اللي انا هدهنه ده يا جماعه. هيبقى دهان يعني هيبقى دهان على منطقه البطن او اي منطقه انت عايزه يعني تنزلي منها الدهون او تخسسيه. تمام، قبل ما اجي كده، وده كده معلقه من الزنجبيل. تمام، يبقى يا جماعه معانا دلوقتي معلقه من الشوفان، معلقه من زيت الزيتون، معلقه من الزنجبيل. ده كده يعني المفروض احط له بس كمان شويه زيت زيتون اهو علشان يبقى القوام بتاعه ما يبقاش ماسك قوي. نقطة بس بسيطة كده، لا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قدام كده. حسيت ان هو جه يعني مرق معاك قوي، ممكن تحط له شوية شوفان مفيش اي مشكلة خالص اهو. ده كده دلوقتي الوصفة يعني اصبحت جاهزة معايا. هقول لكم دلوقتي انا بعمل ايه بقى قبل ما بدهن. بعد كده يا جماعه معايا معلقه خل وتفاح حيات يعني زي ده كده اهي. معايا بقى منديل، معايا اي حاجه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده، وبمسح المنطقه يعني زي منطقه الارداف، منطقه البطن، اي منطقه انت عايزه تعملي تسيحي منها الدهون بالشكل ده كده. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بسيبه ينشف بقى. طبعا بسيبه ينشف بقى طبعا بالطريقه دي كده. بعد كده يا جماعه بجيب المكون زي ما انتوا شايفين كده وبدهن على اي منطقه انت عايزه ان انت تشيلي منها الدهون او انت عايزه تخسسيها بالطريقه دي كده. ممكن يعني عندي منطقه الارداف، منطقه الدراعين، اي منطقه فيها ترهلات ممكن انت تعملها بالشكل ده كده. لو استمرت على الخلطه ديت او المكون ده ان شاء الله مسافه اسبوع هتبص تلاقي الترهلات نزلت، وان شاء الله هتشوف النتيجه بعينك. وباذن الله يا جماعه ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده بقى يا جماعه. كانت الوصفه بتاعتنا وده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. لو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو يا جماعه، ولسه بشوف قناه الاول مره يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصله كل جديد. شير يا جماعه عشان بنات كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.